الوقفة الاحتجاجية التي أراد صحفيون تنظيمها ضد قرار توقيف زميلين أمام مبنى رئاسة الوزراء منعت من قبل قوات الأمن، لتنتقل بعدها الوقفة من الدوار الرابع إلى نقابة الصحفيين في وقت سيبقى فيه مجلس النقابة في حالة انعقاد حتى تكفيل الزميلين. وتأتي الوقفة نقابة الصحفيين الاحتجاجية هذه بعد توقيف صحفيين على أثر شكوى تقدم بها وزير المالية ضدهما. وبحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاء، فقد تم رفض تكفيل الزميلين المحتجزين وباءت كل جهود الإفراج عنهما بالفشل. لأنها تدافع عن حرياتها والتوسط للإفراج عن الزميلين باءت بالفشل. الحكومة ماضية وهذا لن نسكت عليه أبدا. هذا الاعتقال كان ضربة بالصميم إلى حرية التعبير بالأردن. نرفضه بالمجمل. التوقيف عقوبة مسبقة. هذا الاعتقال أساء للأردن، هذا التوقيف أطاح بالوضع الاقتصادي للأردن، لأنه بنحكي عن وزير مالية حالي وبنحكي عن قضايا تهرب ضريبي. إذا عندك كوزير مالية حق التقاضي وصال للكل، عندك وزير مالية قضية، لماذا لم يتم التقاضي إلى كل مراحله؟ أنا ضد توقيف أي مواطن سواء صحفي أو غيره دون أن يصدر حكم قضائي. التوقيف ليس في مكانه، والمفروض أن يتم حجز أو حبس أي واحد إلا بقرار قضائي. بطالب أنه يقبلوا تكفيل أبوي وأنه يتوقف هذا الشيء، اعتقال الصحفيين، لأنه هذا شيء ظالم. الصحفيين زي ما حكى الملك حرية سقف